السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، معكم مستر حسام الصياد من قناة فلاش التعليمية افهم وتعلم ببساطة. ازيكم يا اصحابي؟ النهاردة ان شاء الله هنكمل شرح منهج كونكت بلس كي جي 2 الترم الثاني، ولسه بنكمل شرح يونت 6 او الوحدة السادسة. Let's play games يعني دعونا نلعب الألعاب. والنهاردة هنشرح page 29 او صفحة 29، وزي ما احنا متعودين يكون معانا الكتاب وقلم علشان نكتب مع بعض ونذاكر فيه. ويلا نبدأ. بسم الله الرحمن الرحيم. busy bee هنا بتقول لنا learn sounds with busy bee. learn sounds يعني تعالوا نتعلم الأصوات، with busy bee مع busy bee. هنا busy bee بتعلمنا أصوات الحيوانات، وكل صوت من أصوات الحيوانات اسمه ايه in English. فعندنا صوت الكتكوت أو التشيك، وعندنا صوت البطة أو الدك، وعندنا صوت الدجاجة أو التشيكن. كل حيوان من الحيوانات دي ليه صوت. الصوت ده احنا بنسميه ايه in English، واحنا نتعلم ده عن طريق أغنية صغيرة بيزي بي بتقول لنا عليها. فأول حاجة عندنا هنا مجموعة كلمات. أول حاجة clock 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 يعني كركرة الدجاج. clock الدجاج أو الفراخ بصفة عامة ليها صوت يا أصحابي. الصوت بتاعها ده اسمه clock، اسمه clock clock يعني كركرة الدجاج زي ما احنا سمعين دلوقتي. ده اسمه كلاك او صوت الدجاج او الكركرة بتاعت الدجاج، ده اسمه كلاك. نقول كمان مرة كلاك كلاك كلاك. وفي هنا كلمة دك. دك زي ما احنا عارفين يعني بطة. دك دك دك. وعندنا هنا كلمة كواك. كواك يعني بطبطة البط، اللي هو الصوت بتاع البط. كواك كواك يعني بطبطة، اللي هو صوت البط زي ما احنا سمعينه دلوقتي، زي ما احنا نسمعه دلوقتي هو ده صوت البط او الكواك. كواك. نقول كمان مرة كواك كواك كواك. وفي عندنا كمان هنا كلمة باك. باك يعني ظهر، يعني الجزء الخلفي من الجسم، الظهر بتاع الحيوان، ده اسمه باك. باك يعني الظهر بتاع الحيوانات او ظهر. تشيب تشيب يعني صوت الكتكوت. تشيب تشيب اللي هو اسمه زقزقة، زقزقة الكتكوت، وهو ده صوت الكتكوت. وده اسمه تشيب. تشيب يعني زقزقة الكتكوت. تشيب تشيب يعني زقزقة الكتكوت. ونقول مرة كمان تشيب تشيب تشيب. وهو كمان هنا مدينا كلمة تشيك. تشيك يعني كتكوت، وهو شاطب عليها عشان هو بيورينا ازاي كل كلمة هنستخدمها المفروض نشطب عليها او نعمل عليها علامة واحنا بنحل التمرين بتاع البيج دي. ودي كلمة check check يعني كتكوت. check 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 check. ومدينا كمان كلمة chicken. chicken يعني دجاجة. chicken chicken chicken. نقول كمان مرة chicken 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 يعني دجاجة. واخر حاجة مديها لنا كلمة horse. horse يعني حصان. horse 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 يعني حصان. ونقول مرة كمان horse 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 horse. واحنا كده يا اصحابي عرفنا الكلمات الموجودة في البيج هنا اللي احنا هنستخدمها في تكملة الاغنية الجميلة اللي احنا هنغنيها مع بيزي بي.
وبيزبي كمان بتقول لنا listen again and complete. بعد ما احنا عملنا listening للكلمات اللي موجودة فوق، هنعمل بقى listen مرة تانية للكلمات بتاعة الأغنية ونكملها بالكلمات اللي موجودة هنا في البيج دي. فأول حاجة مدينا أول صورة A check، هو مدينا صورة التشيك هنا أو الكتكوت، فاحنا المفروض كنا هنكمل الفراغ ده وهنكتب فيه check، فهو مكمله لنا. فا check says، says يعني يقول chip. A check says chip. A check says chip. A check يعني الكتكوت، says يقول، chip يعني زقزقة، صوت الكتكوت اللي هو الزقزقة زي ما احنا عرفنا من شوية. A check says chip. A check says chip. A check says chip. طب وهنا كمان في number 2 مدينا صورة البطة او الدك، وسايب لنا هنا فراغ جنب الصورة، المفروض هنكمل في اسم الصورة دي اللي هو الدك، وهنقول a duck says، واحنا عرفنا ان البطة بتقول ايه يا اصحابي؟ شاطرين، بتقول quack. quack اللي هي بطبطة البط. ف a duck says quack. a duck says quack. a duck says quack. نقول كمان مرة a duck says quack. a duck says quack. a duck says quack. وفي number 3 هنا مدينا صورة بتاعت الchicken او الدجاجة، وطبعا هنكمل اسمها جنبها، هنكتب هنا اسمها طبعا، وبعد ما نستخدم اسمها هنشطب عليه فوق علشان نعرف ان احنا استخدمنا الاسم بتاعها. وهنا هنقول a chicken says، الدجاجة بتقول ايه يا اصحابي؟ شاطرين، بتقول cluck. cluck اللي هي كرقرة الدجاج، ده اسم صوت الفرخة او الدجاجة، كرقرة الدجاج. فهنقول يا اصحابي a chicken says cluck. a chicken says cluck. a chicken says cluck. يعني الدجاج ليه الصوت بتاعه اسمه كرقرة الدجاج. ونقول مرة كمان a chicken says cluck. a chicken says cluck. a chicken says cluck. واخر حاجة هنا بيزي بي بتقول لنا look at my chip cluck quack who am I، يعني انظر على الصوت اللي على ظهري اللي هو الشيب او الزقزقة، والكلاك او القرقرة، والكواك او البطبطة. who am I، who am I يعني من انا او من اكون. يبقى مرة تانية look at my، look at يعني انظر على، my chip cluck quack. my chip يعني زقزقتي، وكلاك القرقرة بتاعتي، وكواك البطبطة بتاعتي. who am I من اكون، who am I من اكون. فهنا طبعا هو جايب لنا صورة الهورس تحت، I am a، المفروض هنكتب هنا horse. I am a horse. of course، of course يعني بالطبع، بالطبع يعني اكيد انا الهورس، فده طبعا هو انا. ف of course يعني بالطبع، يعني مؤكد ان هو انا الهورس او الحصان. فهنقول مرة تانية I am a horse. of course. I am a horse. of course. I am a horse. of course. ونقول اخر مرة I am a horse. of course. فانا هقولها مرة تانية وتقولوا ورايا السونج الجميلة الصغيرة دي من غير ما نتوقف علشان نترجم الكلمات. فاول حاجة a check says chip. a check says chip. a duck says quack. a duck says quack. a chicken says cluck. a chicken says cluck. look at my chip cluck quack. who am I. look at my chip cluck quack. who am I. I am a horse. of course. I am a horse. of course. وكده يا اصحابي احنا عملنا listening او استمعنا،
وعملنا complete وأكملنا الفراغات وعملنا sing أو غنينا زي ما بيزي بي قالت لنا وأنهينا البيج دي. ونروح للكتاب الأكتيفيتي بوك نحل فيه بعض الصفحات. خليكم معي ونوصل لبيج 22 أو صفحة 22 في كتاب الأكتيفيتي بوك ولسه بنحل مع بعض الأكتيفيتيز أو الأنشطة والتدريبات الخاصة بيونت 6. وهنا بيزي بي بتقول لنا let's play hide and seek. let's play يعني دعونا نلعب, hide and seek, hide and seek يعني لعبة الاستغماية أو لعبة الغميضة زي ما احنا عارفين. وهنا بيزي بي بتقول لنا look انظر, read اقرأ, and complete complete وأكمل. فطبعا عندنا أربع كلمات المفروض نحفظهم ونبقى عارفينهم كويس, وهما إن يعني في أو في داخل, on يعني على, under يعني تحت, وbehind يعني خلف. لما تبقى حاجة واقفة ورا حاجة ده بنقول عليها behind يعني خلف, واقف خلف حاجة معينة. ومدينا أربع صور, الأربع صور بالترتيب. أول صورة مكتوب تحت منها the cat القطة, is المفروض هنقول in في داخل, ولا on على, ولا under تحت, ولا behind خلفة. the table المفروض القطة موجودة فين يا أصحابي؟ طبعا هي موجودة على التيبل. على التيبل دي اسمها ايه in English؟ شاطرين, on the table. يبقى the cat is on the table. The cat is on the table. مرة كمان, the cat is on the table. طب في number 2 بيقول لنا ايه؟ the cat is المفروض هنقول under ولا in ولا on ولا behind the table. هي المفروض ان هي واقفة تحت الترابيزة, وتحت الترابيزة اسمها under the table. under the table يعني تحت المنضدة او تحت الترابيزة. يبقى هنقول the cat is under the table. the cat is under the table. مرة كمان, the cat is under the table. طب في number 3 بيقول لنا the cat is المفروض ان هي موجودة في الصندوق ده, in ولا on ولا under ولا behind the basket. the basket اللي هي السلة. شاطرين, المفروض ان هي in the basket, موجودة في داخل السلة. يبقى هنقول the cat is in the basket. the cat is in the basket. مرة كمان, the cat is in the basket. وفي اخر صورة بيقول لنا the cat is وطبعا دوتس ذا دور. هي المفروض واقفة خلف الباب. خلف الباب دي المفروض خلف دي يعني خلف دي اسمها ان ولا اون ولا اندر ولا بيهايند. شاطرين, خلف يعني بيهايند. يبقى هنقول ذا كات از بيهايند ذا دور. ذا كات از بيهايند ذا دور. مرة كمان, the cat is behind the door. إذا احنا عملنا complete للفراغات. جزء تاني من البيج هنا بيزي بي بتقول لنا color the chameleon. chameleon اللي هي الحرباية او الحربوقة, اللي هي الحيوان ده اللي بيلون نفسه بلون البيئة الموجودة حواليه. لو هو واقف على شجر بيبقى لونه اخضر, لو هو واقف في الصحراء بيبقى لونه اصفر. ربنا ادها القدرة ان هي تغير لون جلدها وتخلي شكلها شبه البيئة اللي حواليها علشان الحيوانات التانية ما تاكلهاش او تعتدي عليها. فهنا بيقول لك color the chameleon يعني لون الكاميليون او الحرباية. then trace يعني وبعد كده امشي بالقلم الرصاص بتاعك على الدوتس دي. وهنا مكتوب the chameleon is on the tree. the chameleon اللي هي الحربوقة is on the tree. on the tree يعني على الشجرة. طبعا tree يعني شجرة. يبقى the chameleon
is on the tree يعني الحرباء أو إحرباء على الشجرة on the tree. وبكده نكون أنهينا البيج دي ونتنقل البيج اللي بعد كده. خليكم معايا ونوصل لبيج 23 أو صفحة 23 في كتاب الأكتيفيتي بوك. وقبل ما أشرح الجزء ده عايز أشكر أصحابي اللي عرفت عن طريق التعليقات إن هم شاطرين وحلوين وبيتابعوا معانا أول بأول. والأسماء هي عبد الله وعبد الرحمن ويوسف محسن وملك وفريدة ورقية مصطفى ثلاث توائم ربنا يحفظهم، صالح محمد، يوسف جمال صديقي الصغير، أسيد شاطر يا أسيد، بلال أحمد، محمد العشماوي، ندى كرم وروان وأحمد، جنى وشمس. شاطرين كلكم وحلوين، ربنا يحفظكم ويخليكم دايما أشطر الناس يا رب. وبيج 23 أو صفحة 23 عنوانها animals. animals animals يعني الحيوانات. in the park in the park يعني في المتنزه. animals in the park يعني الحيوانات في المتنزه. بيزي بي بتقول لنا هنا find find يعني أوجد and write and write وأكتب. فطبعا احنا يا أصحابي هنشوف الأسماء بتاعت الصور بتاعت الحيوانات. هنا مدينا مجموعة صور لحيوانات مختلفة ومدينا تيبل زي ما احنا شايفين قدامنا أو جدول في مجموعة حروف. هنطلع من الحروف دي أسماء الحيوانات اللي موجود الصور بتاعتها هنا، وبعد كده هنكتب اسم كل حيوان تحت الصورة بتاعته. أول حاجة هنا بيقول لنا سويفت. سويفت يعني عصفور أو طائر سويفت. وهنا عامل دايرة حوالين الحروف بتاعت السويفت أو العصفور أو الطائر. وفي الصورة نمبر 2 مدينا هنا صورة الفروج أو الضفدع. فروج أو ضفدع. فإحنا ندور مع بعض على الحروف الخاصة بكلمة فروج أو ضفدع. فهنا لقينا الحروف بتاعت الفروج أو ضفدع وهي F R O G فروج أو ضفدع. فنعمل حواليها سيركل. فعملنا حواليها سيركل زي ما احنا شايفين قدامنا، وهنكتب تحت صورة الضفدع frog F R O G. قولوا معايا frog 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 frog. شاطرين كلكو. والصورة نمبر 3 مدينا صورة الليدي باج. الليدي باج او الخنفسة الصغيرة دي الليدي باج. ليدي باج يعني خنفسة صغيرة. فتعالوا نشوف الليدي باج مع بعض ونطلع الحروف بتاعتها. اهي لقينا حروف الليدي باج. تعالوا نعمل حواليها سيركل زي ما احنا شايفين قدامنا. والحروف بتاعتها L A D Y B U G ليدي باج يعني خنفساء صغيرة. ونقول مرة تانية ليدي باج. مرة كمان ليدي باج. ليدي باج. شاطرين كلكو ليدي باج. فهنكتب هنا تحت الصورة هنا ليدي باج زي ما احنا شايفين قدامنا. صورة نمبر 4 او رقم 4 في الكاميليون. الكاميليون او الحرباء او الحرباية زي ما احنا عارفينها الكاميليون. فعايزين نطلع الحروف بتاعت الكاميليون مع بعض. شاطرين. ادي حروف كلمة كاميليون. كاميليون او حرباء. والحروف بتاعتها C H A M E L E O N كاميليون. كاميليون كاميليون يعني حرباء أو حربوة. فهي دي الحروف بتاعتها كاميليون. هنكتبها تحت اسمها ونقول مع بعض كاميليون 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 كاميليون. شاطرين كلكم حلوين. وصورة نمبر 5 او رقم 5 فيها الدك الجميلة دي الصغيرة دي. ودك او بطة. تعالوا نشوف الحروف بتاعتها مع بعض. شاطرين. ادي حروف الدك D U C K دك. ونقول مع بعض دك 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 داك او بطة. وهنكتب تحت الصورة بتاعتها
duck أو duck يعني بطة. وفي الصورة number 6 أو الصورة رقم 6 وهي آخر صورة موجودة عندنا صورة السمك البلطي. السمك البلطي أو تيلابيا. تيلابيا زي ما احنا عرفناه قبل كده والحروف بتاعتها TILAPIA تيلابيا. تعالوا ندور مع بعض على الحروف بتاعتها. شاطرين كلكم هي دي حروف كلمة تيلابيا أو البلطي. تيلابيا يعني سمك البلطي. ونقول مع بعض مرة كمان تيلابيا أو سمك البلطي. ونكتب اسمه تحت الصورة بتاعته زي ما احنا شايفين قدامنا. وبكده نكون انهينا حل البيج دي وانهينا معاها درس النهاردة. وفي الختام اتمنى ان انتوا تكونوا استفدتم من الدرس. لو اعجبك الفيديو اعمل لايك، والاهم انك تشارك الدرس ده مع اصحابك على مواقع التواصل الاجتماعي والواتساب. وخليك متأكد دايما ان في حد غيرك محتاج المعلومة بجد، وهتفرق معاه كتير وانت مش هتخسر حاجة بس غيرك هيستفيد. وفي الختام استودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.